الربع سمعتوا آخر خبر؟ أرماندو دييغو مارادونا توفى. صدقوا ولا؟ طبعا يا الربع اللي ما يعرف أرماندو دييغو مارادونا هذا كان بطل قومي أرجنتيني. نعم لاعب كرة مشهور وحريف وفنان وكل شيء، ولكن قبل هذا كله انشهر مارادونا على الرغم من أنه مشاكس وعنده عيوب وعنده، ولكن ترى هذا يعتبر بطل في أرجنتينا. تدرون ولا؟ أوكي، هو من الأرجنتين أول شيء، لأنه سبب فوز الأرجنتين سنة 1986 على إنجلترا، على بريطانيا. بالدس استعمل يده وضرب الكرة وهدف على إنجلترا وفازت الأرجنتين سنة 1986. سماها الحركة هذه المانو دي ديوس، معناته هذه يد الرب، يد الرب هي اللي قولت. ولكن المعنى الأعمق، هذا بالأسبانية طبعا، المعنى الأعمق إن كانت هي مشيئة الرب إن الأرجنتين تفوز على إنجلترا، إنجلند، بريطانيا، والسبب إن كان بينهم عراق سنة 1982. بريطانيا شنت حرب على الأرجنتين، والسبب جزر الفولك آيلاندز. الفولك آيلاندز على سواحل الأرجنتين، ولكن هي مستعمرات بريطانية. يوم الأرجنتين حاولت أن تسترجعها، تدخلت المرأة الحديدية مارغريت تاتشر ودزت البحرية ودخلوا في حرب مع الأرجنتين وخسرت الأرجنتين. يوسي كأس العالم لسنة 1986 كان المفروض يكون في الأرجنتين، ولكن بريطانيا بما أنها دولة وقوة عظمى أقنعت الآخرين أن يسحبون استضافة الأرجنتين لكأس العالم. عوضا سووا كأس العالم في المكسيك. فالآن لك أن تتخيل، الأرجنتين كانت غاضبة، 1982 خسرت من بريطانيا بالحرب على الجزر، 1986 خسرت استضافة كأس العالم. فمن الطبيعي لما الأرجنتين تواجه بريطانيا في مباراة الأرجنتين تبي تفوز، دم ضروسها لبريطان، وهذا اللي صار فعلا. فيوم مارادونا ربح الأرجنتين كأس العالم ضد بريطانيا أصبح بطل قومي، أصبح وكأنه من ملوك وفرسان الأرجنتين. اليوم يا الربع أرماندو دييغو مارادونا مات وعمره كان 60 عاما، سكتة قلبية. موي بيان مارادونا، موي بيان. فيكتوريا سيمبرا مي كارنال، فيكتوريا سيمبرا. فيفا أرجنتينا، فيفا أرجنتينا، فيفا مارادونا.